نعود من جديد إلى ضيفي من الرياض السيد فيصل الجوير المحلل المالي والفني المعتمد. أهلا بك من جديد أستاذ فيصل. كنت تتحدث قبل الافتتاحية بأنه لا تنصح يمكن بعملية الاستثمار طويل الأجل حاليا بالسوق وفقا للمستويات الحالية، لكن دعني أسأل عن القطاعات التي يمكن للمستثمر اليوم أن يركز عليها في محاولة يمكن لتحقيق بعض المكاسب. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقطاعات لن نحدد قطاع بعينه، ولكن أفضل أن يكون التركيز على جميع أسهم السوق، تحديدا تلك الأسهم التي هبطت دون قيمتها الدفترية. هذا من ناحية التحليل المالي. أما من ناحية التحليل الفني فأعتقد أنه كثير من الأسهم وصلت إلى قيعان جيدة للشراء، والاستثمار فيها لمدة ما بين الشهرين إلى 3 إلى 4 أشهر قد تصل ستكون جيدة ومجزية، وستعطي عوائد رأس مالية في قرابة 20 و30 وربما تصل 40% على بعض الأسهم الانتقائية. طيب اليوم عم نشوف نظام جديد عم تطرحه السوق بالنسبة لتأسيس الشركات أستاذ فيصل، إلى أي مدى رح يسهل هذا على الشركات عمليات إدراج جديدة بالسوق، وإلى أي مدى ستستفيد هذه الشركات من الشروط التي وضعت؟ تخفيف القيود على تكوين الشركات في المجمل يعتبر عامل محفز على زيادة عدد الشركات. دائما الشركات عندما يتم تأسيسها هي تلجأ للأسواق المالية بغرض الحصول على رؤوس الأموال من المستثمرين اللي هم على شكل متداولين، فعندما يتم طرح سهم معين يتم سحب سيولة من السوق على شكل استثمار تزيد من الملاءة المالية للشركة ما لتحقيق خططها المستقبلية، وهذا يعتبر بحد ذاته أمر جيد لطرح زيادة من العدد في الشركات التي ربما تكون مدرجة. هذا الأمر قد يوصلنا في يوم من الأيام إلى إعادة تقسيم قطاعات السوق أو تجزئها بشكل أكثر دقة لتتلائم مع الحجم الكبير للسوق السعودي، وهو من بعد القطاعات أن يكون هناك صناعات داخل كل قطاع وهذا الأمر الذي تم إقراره مؤخرا يعتبر أمر محفز لمثل هذه الأمور. طيب يمكن سمعنا بعض التصريحات من الخطوط الجوية السعودية التي تتحدث عن 3 شركات تم تخصيصها ستبدأ بعملية إدراجها. عملية دخول الشركات بهذا التوقيت للإدراج والاكتتاب أستاذ فيصل، هل سيكون مغري بالنسبة للمستثمرين برأيك، كون يعني حال السوق حاليا يعني مرتبط بالأسواق العالمية، فأي هزة ممكن ترجع تأثر على المستويات الحالية؟ السيولة هل ستكون كافية لتغطية هذه الاكتتابات في الوقت الحالي؟ هو نعم الكلام صحيح، والسوق مرتبط بالأسواق العالمية، هذا كلام صحيح، ولكن في التحليل الفني يقال أنه كل ما يؤثر في سهم ما أو سوق ما ينعكس في قيمته السوقية. لدينا بعض الأمور الإيجابية كثيرة في السوق، وعلى رأسها التحليل المالي لكثير من الشركات. تقع كثير من الشركات دون القيمة الدفترية الآن، وهي تعتبر محفزة وجاذبة للاستثمار فيها. لذلك حتى إن تم الإدراج في الوقت الحالي، نعم سيكون عامل سلبي في سحب مزيد من السيولة من السوق، هذا نعم صحيح، ولكن ربما يكون عامل إيجابي في تقليل القيمة المضافة على الأسهم أثناء الطرح، وهذا أعتقد أنه عامل جيد للسوق. شكرا جزيلا لك سيد فيصل الجوير المحلل المالي والفني المعتمد، كنت معنا من الرياض.